تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. طبعا مثل ما تعودنا أول فقراتنا بتكون فقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صباحك أسعد إن شاء الله. بناخذكم شوي في جولة في الأشياء اللي صارت أمس. حطينا سؤال. نعم. السؤال كان يقول من ضمن نشراتنا الأسبوعية نحطها بهاشتاج اختارها صح. السؤال يقول ما هو الأفضل، الأرز الأسمر كامل النخالة ولا الخبز الأسمر كامل النخالة؟ فتقريبا عندنا 80% على تويتر قالوا الخبز الأسمر كامل النخالة. نعم. وتقريبا على الانستغرام 56% قالوا ان الخبز الأسمر كامل النخالة هو الجواب الصح، لكن الجواب غلط. فاليوم ان شاء الله نحط الفوز، الناس دائما تحرر الخبز احسن من العيش من الاسباب. أسمع بعد هي كذلك أنت ما اختاريت من نفس النوع، يعني نوع نوع. يعني زيدت صعوبة الشيء. الناس لأن دائما لما تيجي يقول لي أنا وقفت عيش وبديت أكل خبز، بس يعني هل الخبز أفضل من العيش؟ فإذا نحن قارنا من نفس الأسمر، الرز الأسمر أو الخبز الأسمر، 100% بيكون الرز الأسمر هو الأفضل. فالناس دائما تحرى إذا باكل خبز أسمر يعني أوكي لا. فهذا هو تقريبا 80% على تويتر كان يتحرون الخبز الأسمر، وأيضا تقريبا 56% على إنستغرام. لكن اليوم إن شاء الله بنصدمهم بالجواب، لكن نقول لكم إياها في الإذاعة أن العيش أو الرز الأسمر كامل النخالة هو الأفضل. تعرفين يعني سبحان الله مع أن اعتمادنا كبير على الرز صراحة يعني، بس ما أعرف ليش الفكرة اللي يعني اللي في يمكن في بال ناس كثيرة أن الرز بالعكس الرز له مضار أو يعني بالنسبة كصحيا أكثر منها، بس هذا سؤال جدا يعني صراحة حبيته. غير هذا دكتورة أن البوست الثاني كنا حاطين عن الوجبات الخفيفة الصحية، فقلنا أن البيضة الوحدة تنفع تكون سناك، كذا أخذناها نتغدى في 78 سعرة حرارية. لكن ردود الناس واحدة كاتبة إذا ما كنا 7 بيضات ما يكون نحن. لا يا جماعة شوي نهيت، فتخيلوا 78 ضربوها في 7 كم بيكون، يعني أحس عن وجبة مو بسناك، يعني عن غدا وعشاء. صحيح. هاي من الأشياء اللي كنا حاطينها أمس، وردت الفعل يعني ردت فعل الناس شوي يعني حسين لا لازم نركز على هذا الموضوع. صحيح. نختمها بعد بالرسالة الصباحية، نقول أكبر حاجة بينك وبين ثقتك بقدراتك هي عقلك، احرص على أن تكون إيجابيا بتفكيرك ولا تجعل السلبية تتغلب عليك. دائما نحن يعني ممكن واحد يكتب بالأشياء السلبية اللي عنده أو الأشياء اللي دائما لما تكون موجودة يفكر فيها بطريقة سلبية، ويكتب إنه كيف ممكن يغير تفكيره حق الفترات الجاية. شوي 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 راح يتغير. أهم شيء نحن كيف نفكر في الأمور، ممكن شيء يكون بسيط لكن طريقة تفكيرنا السلبية تخليه شيء وايد ضخم، ممكن شيء يكون أصلا إيجابي ونحن
نخرب طريقة تفكيرنا. صحيح. فالحاجز بيننا وبين نفسنا وبين الثقة بالنفس هو طريقة تفكيرنا. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة. وأسمع قبل ما ننهي المكالمة كذلك وياك اليوم، ترى حتى دراستنا بتكون أن أطعمة يمكنك تناولها دون خوف من السمنة. يعني مواضيع مشتبكة ببعضها. صح، ناس وايد دور هذا النوع من الأكل أو أنها يمكن يريحها شوية، ويمكن نحن تقريبا كل يوم اثنين بنحط بوست عن الوجبات الخفيفة اللي ممكن واحد يأكلها. ممتاز. لأن لازم يكون في سناك، الحين دائما الواحد يعني يجمع 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 يخلي بس وجبة واحدة، بس نحن مو بجمل في النهاية يعني. صح، أو يحرم نفسه أو يحرم نفسه من أشياء كثيرة. بالعكس يعني جسمه اللي يتعب. معاملة الجمل اللي يأكل بس وجبة واحدة أو يعني البياض الشتوي، لا، المفروض نحن ناكل تقريبا وجبات تكون مقسمة، لأن الجسم يعتبر كأنه هو في مجاعة، يحبس الأشياء هاي كلها. فننصح دائما يكون فيه سناك. عشان نحن دائما الناس يقولون ليش تحطون سناك، ليش تحطون أشياء مثل خبز وفطيرة، أنت تسوي رجيم، مو بلازم يعني تحرم عمرك يعني. صحيح. حلو واحد يأكل كل شيء يستمتع في الحياة، بس يعني يأكل مقدور إنه يعني صحيا، ما نبغى الناس ما تدخل من البيبان، لكن يعني على الحبات، نحن نمشي على الكميات. صحيح، وشي ثقافة غذائية كاملة، يعني حتى لو أنا مسافرة أنا في أي مكان ما توفرت لي، أعرف شو الأشياء اللي أختارها. صحيح، أعرف شو الأشياء اللي أختارها. صحيح دكتورة. أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص مواضيع السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، وكانت يانا زميلتنا أسماء الجناحي. صراحة الموضوع اللي طرقتنا جدا جميل، وبخصوص أيهما أفضل، الخبز الأسمر بالذن خالة أو الرز الأسمر، وبين تنزل إن شاء الله الإجابة. طبعا نحن كذلك مترقبين نشوف أي واحد فيهم بيكون الأفضل. طبعا اليوم بنتطرق الحين في دراستنا نفس ما ذكرت، الأسماء أطعمة يمكنك تناولها دون خوف من السمنة. على الرغم من عدم وجود أطعمة خالية من السعرات الحرارية، إلا أن هناك بعض منها يمكن الاستمتاع بتناولها بكل حرية دون الحاجة للقلق بشأن اكتساب وزن زايد. وبحسب أخصائية التغذية المعروفة عالميا الدكتورة ليزا يونغ، تندرج هالأطعمة بشكل عام في واحدة من هالفئتين، الفواكه أو الخضروات غير النشوية. وتقول يونغ أن هناك أسباب لعدم زيادة الوزن عند تناول هذه الأطعمة، لاحتوائها على قدر كبير من الماء، وكونها منخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي على الألياف ما يساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل. وعلى الرغم من أن هذه الفواكه والخضروات ليست غنية بالبروتين، إلا أنها مليئة بالكثير من الفيتامينات والمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي لها فوائد عديدة للصحة. ومن بينها الأطعمة التي لا يسبب تناول كثير منها اكتساب وزن إضافي نذكر ما يلي: أول واحد الكرافس، التوت الأزرق، الخيار والطماط والجريب فروت. هالأطعمة اللي انذكرت يعني تغذوية، وكذلك في نفس الوقت ما فيها هذه السعرات الحرارية الكبيرة اللي بتزيد من الوزن، ويقدر الواحد يأخذها حتى كسناك أو في أوقات معينة في طول النهار، منها بيقل شعور بالجوع بالنسبة له. وثاني شيء يعني حتى الشيء اللي يأكله يكون سعرات الحرارية جدا قليلة، وتحسسه كذلك بالشبع خلال هذه الفترة. وطبعا يعني سواء التوت الأزرق، سواء الخيار أو الطماطم أو الجريب فروت أو حتى الكرفس، يعني الناس تحبها وترغب فيها كذلك، يعني تحسسك بالشبع يعني خلال فترة معينة من الزمن. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا، طالعين فاصل إن شاء الله راجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله.
في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع مهم يمكن قمنا نتطرق له أسبوعيا، وهذا لأهمية هذا الموضوع وهذا الشيء، يعني سواء للأشخاص وسواء لغيرهم كذلك. بالنسبة بنتكلم الحين عن خطة هيئة الصحة بدبي بخصوص التبرع بالدم. تواصل هيئة الصحة بدبي من خلال مركز دبي للتبرع بالدم التابع لها تنظيم حملات التبرع بنجاح، مستهدفة من ذلك توفير وحدات الدم ومكوناته وبأعلى درجات الجودة والسلامة والمأمونية لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة متى تطلب الأمر ذلك. حول إنجازات المركز في هذا الجانب يسعدنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مني رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور. هلا دكتورة. أهلا بكم. أهلين دكتورة. طبعا بداية يعطيكم ألف عافية على المجهود وعلى كذلك الإنجازات ما شاء الله اللي وصل لها مركز التبرع بالدم، وخاصة هذا المركز له أهميته سواء بالنسبة للمتبرعين أو كذلك لمتلقين هذا الدم. نعم. دكتورة حابين نتعرف أكثر عن نبذة عن مركز دبي للتبرع بالدم وإمكانياته. نعم طبعا أني بالبداية أتمنى لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، لأن هذا أول لقاء في عام 2020 وإن شاء الله مزيد من الإنجازات والنجاحات لهيئة الصحة في دبي، ونتمنى الخير والسعادة للمستمعين. مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد بإمارة دبي المعني باستقبال المتبرعين بالدم، وهو المزود الوحيد لجميع مستشفيات هيئة الصحة في دبي ومستشفيات القطاع الخاص اللي يبلغ عددها حاليا 40. يتم صرف الدم ومكوناته لهم من مركز دبي للتبرع بالدم، فهو المصدر الوحيد للدم، وهذا طبعا حفاظا على سلامة نقل الدم، وهذه طبعا استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان سلامة المتبرع والمتلقي الدم اللي هو المريض. حقيقة المركز الحمد لله بدعم كبير من القيادات في هيئة الصحة في دبي، استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق كثير من الإنجازات وكثير كذلك حصل على كثير من الجوائز، وحاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية وهي أعلى جهة مانحة لاعتماد دولي في مجال بنوك الدم في العالم، فهو معتمد من عام 2012 ويتم إعادة اعتماده كل سنتين، إن شاء الله في نهاية هذه السنة يتم اعتماده لسنتين أخرى. وهذه الإنجازات طبعا كلها بدعم وتخطيط من القيادات في هيئة الصحة في دبي، لأنه التبرع بالدم مثل ما تفضلتي حضرتك أولاً عمل إنساني نبيل، وأنه لا يوجد بديل لدم الإنسان، وحسب نظام نقل الدم في دولة الإمارات لا يجوز استيراد الدم من الخارج ولا يمكن تصنيعه لحد الآن في جميع في العالم، فلذلك إحنا بحاجة مستمرة إلى المتبرعين بالدم، وحتى نقدر نحصل العدد المطلوب من المتبرعين بالدم حتى نغطي حاجة المرضى في المستشفيات وهي حاجة متزايدة. نعم. فإحنا لازم طبعا نوفر السعادة والراحة صحيح. للمتبرعين، وأنه نلبي متطلباتهم ونكون بمستوى اللي يطلعون إلى حتى نقدر نرجع المتبرع يتبرع عندنا مرة ثانية. صحيح. أحب اليوم بس أعطي شوية إحصائيات. نعم. اللي تبين طبعا زيادة الطلب على الدم، لأن في كثير ناس يقولون أنه هل يحتاجون مرضى كثير دم، فطبعا إحنا يوميا نسحب لا يقل عن 180 متبرع. ما شاء الله. نسحب دم من 180 متبرع، إذا سحبنا عدد أقل هذا يأثر على مخزون الدم،
لأنه اليوم كنت أشوف الإحصائيات عام 2019 بالنسبة لكميات الدم المسحوبة والمصروفة، فكنا مثلا في عام 2018 22% من الدم المسحوب يذهب إلى القطاع الخاص، لكن اليوم أشوف إحصائيات عام 2019 27% من الدم المسحوب في المركز يذهب إلى مستشفيات القطاع الخاص. يعني زاد العدد أو زاد الإقبال على هذا الشيء، فمعناها أنه في حاجة كبيرة بسبب طبعا توسع الخدمات الصحية في إمارة دبي ونشاط القطاع الخاص والسياحة العلاجية. فإحنا اليوم نحب نقول للمستمعين أنه في زيادة على طلب الدم، وهذا طبعا بسبب تطور الخدمات الصحية وتوسعها والتخصصات الطبية الجديدة مثل عملية القلب المفتوح، في كثير مراكز لعلاج الأورام والسرطانات، وهذه كلها بحاجة إلى دم. فإحنا صحيح. بحاجة إلى متبرعين بالدم بشكل يومي وبكل أصناف الدم. فلذلك إحنا طبعا في خطة هيئة الصحة في دبي سنة 2019 ومستمرين لسنة 2020 في ضمان سعادة المتبرعين بالدم اللي هم عملائنا، واللي هم طبعا متطوعين ويجون يتبرعون بالدم لمريض ما يشوفه طول حياتهم، وهو طبعا من أنبل الأعمال الإنسانية. فسألنا في خلال الأعوام السابقة حقيقة من 2017 أنه ندخل خدمات ذكية في خدماتنا، فدخلنا تطبيق دمي الذكي على الهواتف المحمولة، وهو تطبيق طبعا يحمل كثير من المواصفات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تسهل عملية التبرع بالدم وتقصر فترة التبرع بالدم وتعطي معلومات للمتبرع قبل لا يجي للتبرع، وهو موجود طبعا في داخل التطبيقات الذكية التابعة لهيئة الصحة في دبي، موجود على الأندرويد والأبل الهواتف المحمولة. فهذا كان من أحد الإنجازات اللي تسهل عملية التبرع بالدم وتوصل للمتبرعين وهم قاعدين في بيوتهم في أي مكان يبدي عملية التبرع بالدم. بالإضافة إلى هذا دكتور، أنه إحنا سعينا إلى تطوير وإلى تقوية البنية التحتية للمركز خلال عام 2019، وممتدة طبعا إن شاء الله إلى 2023. فإن شاء الله لحيتم استلام حافلة جديدة للتبرع بالدم، وهي بنوك الدم المتنقلة، هي الحافلة الكبيرة اللي تجوب مختلف أنحاء الإمارة وتسحب دم في من المتبرعين في أماكن عملهم أو في الجامعات أو في الشركات أو في الأماكن العامة، وهي طبعا هذه طريقة سهلة للوصول للمتبرعين بالدم. وفي أي وقت كذلك عند حافلتين حاليا، والحافلة الجديدة لح توصل بإذن الله في شهر 6 هذا العام عام 2020، وهذا طبعا يوفر دعم للبنية التحتية للمركز. وبالإضافة طبعا عندنا كثير مشاريع إن شاء الله قريبا جدا خلال الشهرين الجاية لح يتم توسيع الأماكن المخصصة، مواقف السيارات للمتبرعين رح يتم توسيعها، رح إن شاء الله المشروع يكون جاهز خلال شهرين 3 شهور، من يعني خلال الربع الأول من عام 2020، وهذا طبعا يوفر الراحة للمتبرع والمتبرعين بالدم بالمركز. دكتورة طبعا أي واحد يعني يبغي يتبرع دم أو كذلك أي متلقي كذلك للدم يكون يعني عندهم تخوف معين بخصوص سلامة الدم وكذلك مأمونيته، فحابين نتعرف أكثر على مستوى التجهيزات اللي عندكم اللي تكفل سلامة الدم وكذلك مأمونيته. نعم طبعا دائما المتبرعين كثير منهم خصوصا اللي ما متبرع يعني سابقا يسأل إذا ممكن إنه ممكن التبرع بالدم ينقل عدوى، وهذا طبعا لا يجوز، لأن التبرع بالدم في أدنى طبعا كثير من الإجراءات لضمان سلامة المتبرع بالدم، وهي إجراءات حسب أفضل المعايير العالمية. وهناك طبعا استبيان يعبي المتبرع، والغاية من الاستبيان أنه نشوف إذا التبرع بالدم يضر المتبرع بالدم أو يضر المريض متلقي الدم.
بالإضافة إلى أن هناك كادر طبي متخصص ومدرب لإجراء الفحوصات الطبية على المتبرع بالدم، فيتم قياس نسبة خضاب الدم اللي هي الهيموغلوبين حتى نتجنب أخذ دم من متبرع بعدين ممكن يؤدي عنده مثلا أي مضاعفات، مثلا يصير عنده فقر دم. فلا يمكن للمتبرع اللي يتبرع بالدم أن يصير عنده فقر دم بعد التبرع بالدم، لأن إحنا ماخذين إجراءات احترازية لهذا. بالإضافة إلى أنه جميع المواد اللي تستخدم بالتبرع بالدم، الأبرة وأكياس الدم والأبر اللي تستخدم بالفحوصات، كلها معقمة وتستخدم لمرة واحدة فقط. فلا يمكن للمتبرع بالدم إذا تبرع بالدم أنه يصاب بأمراض نتيجة التلوث أو التهابات، هذا يعني غير موجود. لكن ممتاز. المتبرع بالدم ممكن قسم من المتبرعين يشعرون بدوخة خفيفة نعم. ولمدة قصيرة جدا، وهذه طبعا تذهب بعد مرور دقائق قليلة. فالحمد لله أحب أطمن المتبرعين بالدم إنه أبواب المركز مفتوحة وفي كادر طبي مثقف ومدرب وبأعلى مستويات العلمية والتقنية، ممكن يرد على كل الأسئلة على كل المخاوف. إذا المتبرع عنده سؤال أو يخاف من شيء أو يحب يسأل عن شيء، فإحنا جاهزين وموجودين، وإنه الإجراءات أمينة وسليمة، والمتبرع يعطى معلومات قبل التبرع بالدم، نعم وطبعا هاي المعلومات أيضا موجودة على تطبيق دمي، موجودة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وداخل المركز ترجمناها للغة أساسة وهي لغة الهندي. فالمتبرع يقرأ كل المعلومات، شو هي الإجراءات اللي حيمر بها، شو هي فوائد التبرع بالدم، شو الأشياء اللي المفروض يخبر الكادر الطبي قبل أن يتبرع بالدم ممتاز. عنها. وبعدين بعد ما يخلص التبرع نعطيه بإيده تعليمات لما بعد التبرع بالدم، اللي هي ممتاز. طبعا نصائح إنه يشرب سوائل ويتغذى وإنه ما يروح مكانات مرتفعة، وطبعا ننصح بعدم التدخين بعد التبرع بالدم، عدم مزاولة تمارين رياضية عنيفة خلال اليوم الأول بعد التبرع بالدم. فإحنا بالنسبة لنا المعلومات قبل التبرع موجودة وبعد وبعد التبرع التبرع، وعملية التبرع آمنة وسليمة. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي. دكتورة مي، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. والله أنا طبعا دائما أحب أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل المتبرعين بالدم اللي يجون للمركز ويعطونا وقتهم وجهدهم ويعطونا دمهم، والدم هو شيء غالي على الإنسان، صحيح. وهم يتبرعون لأشخاص ما يعرفوهم، فهو حقيقة من أنبل الأعمال الإنسانية اللي يتبرع بها المتبرع لشخص آخر بغض النظر عن لونه وجنسيته ودينه، فهو عمل إنساني نبيل. وأحب أن أوجه لجميع المستمعين أن التبرع بالدم آمن وسليم، كل شخص عمره بين 18 إلى 65 وهو بصحة جيدة ممكن يتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم. فاتحين إحنا أبوابنا من الساعة 7:30 صباحا إلى 7 مساء لاستقبال المتبرعين من يوم الأحد إلى الخميس، نعم. وممكن الاتصال على مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة في دبي في حالة وجود أي سؤال أو أي شيء يخطر ببالهم. وأنصحهم طبعا ينزلون تطبيق دمي للتعرف كثير على فعاليات المركز وعلى إجراءاتنا، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. وإحنا في حاجة للدم كل يوم لكل أصناف الدم، فالله يحفظهم إن شاء الله. شكرا لكم، لأن عن طريقكم إحنا دائما نوصل المعلومات للمستمعين الكرام. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. طبعا مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص خطة هيئة الصحة بدبي بخصوص التبرع بالدم. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل 6005 5 1 4 1 4 والرسائل النصيحه 4006. حياكم الله. طبعا اليوم في فقره ما تطرقنا لها وتعودنا ناخذها في اول فقره من فقراتنا، بنرجع لها الحين، وهي فقرتنا التوعويه. اليوم بنتكلم عن نصائح غذائيه لعام 2020، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. صبحت الله بالخير أستاذة سهى. حياك الله. أهلا وسهلا. طبعا اليوم موضوعنا يجذب صراحة، خاصة أن نصائح غذائية العام 2020. طبعا إحنا النصائح اللي راح تحكيها اليوم إن شاء الله هي طبعا تعتبر قرارات يتخذها الشخص بينه وبين نفسه، ويطبقها إذا كانت أم على أسرتها، ويطبقها الإنسان في مجتمعه، فبالتالي بيحصل على النتائج بتاعت يعني يجني ثمارها مع نهاية هذا العام. هي نصائح وبالتدريج بتصير عادات فيما بعد. صحيح. تحول من نصائح، بالأول بواجه بعض الصعوبة فيها، لكن بعدين بتصير عادات غذائية صحية بيمشي فيها مع نهاية العام وبيجني ثمارها في النهاية. نبدأ في بعض هذه النصائح. نحرص في هذا العام على تناول المزيد من النباتات. طبعا زي ما احنا عارفين النباتات تشتمل سواء خضار ورقية، سواء خضار عادية أو الفواكه، لأنها تساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، تقلل من خطر السمنة. إعطاء الأولوية للبروتينات. كثير من الناس تتناول كمية بروتين أقل من اللازم، طبعا في المقابل في ناس تتناول المزيد، لكن الطابع العام الناس ما بتاخذ الكمية الكافية من البروتين اللي يلزمها. احرص على تناول البروتين الكافي اللي يكفي حاجاتك، خاصة البروتين الأسماك من المصادر النباتية والبقوليات من المصادر النباتية والقمح الكامل. طبعا معروف ان البروتين يساعد على قوه اداء عمليات الايس والمحافظه على خلايا الجسم والعظام والعضلات وصحه البشره. نعم. ابدا وجبتك دائما بتناول الحساء او السلطه. طبعا الحساء، اختار الحساء الذي يعتمد على المرق اكثر من الذي يعتمد على الكريمه لتخفيض السعرات الحراريه الموجوده فيه. صحيح. والدهون. والسلطة طبعاً لما لها فوائد كثيرة من ناحية الألياف، من ناحية العناصر الغذائية، فيتامينات المعادن الموجودة فيها، بالإضافة إنها تعطيك شعور بالشبع. بالتالي أنت لما تبدأ بوجبتك بهذه الحساء أو بالسلطة كأنك ملأت جزء من المعدة، فما تقدر على باقي الطعام بكميات كبيرة. بعدين البقاء دائماً احرص على أنك تبقى رطباً والابتعاد عن الجفاف. من دائما دائما في اغلب الحلقات نحرص على هذه النقطه ونكررها، المي. صحيح. المي ثم المي ثم المي. يعني الانسان مهما تناول بفكر حاله خلاص اكتفى، لا، انت لازم تشرب الكميه الكافيه فعليا من الماء. لا تشرب الماء بس لما تشعر انك عطشان، لان انت لما تشرب لما توصل لمرحله العطش معناها انت في عندك جفاف صار حاصل في الداخل. صحيح. في حالات عنسيزي الاطفال، يعني احنا يعني الفترة اللي فاتت تقريبا أطفال تيجي على الطوارئ تشكي من مغص وألام وألام، لما عملها التحليل بيكون في عندها جفاف داخلي كله. فأنت الأمهات تنتبه، حتى المدرسات يذكروا، خاصة الأطفال اللي في مراحل الروضة دائما يذكروهم في شرب الماء. فابقى رطبا دائما، بتنشط عمليات الأيض والاحتراق في جسمك، بتحافظ على البشرة، بتحافظ على كافة العمليات الحيوية في الجسم. نعم. أيضا التركيز على الألياف بكافة مصادرها، من خضار، من فواكه، من حبوب كاملة. اتبع تجربة وصفات غذائية جديدة. يعني أحيانا الإنسان بيشعر في الملل، لا، خذ وصفات غذائية جديدة لكن من مصادر موثوقة، من أخصائيين موثوقين، بحيث أنك تستخدم مواد لا تكون غريبة أو مواد فيها كثير من المواد المضافة أو إنها بعض الـ الجوانب أو التأثيرات السلبية. فأنت أحرص على تغيير في نمط، التغيير في نوعية الأطباق التي تقدم، لكن مع المحافظة على محتوياتها كما ونوعا. نحاول قدر المستطاع الابتعاد عن السكريات وخاصة السكر الأبيض.
قدر المستطاع نتجنب السكر الأبيض، خلينا على المصادر الطبيعية، السكر الموجود طبيعي بالفواكه. لو أنا ما بحكي بس على الصفر، لأنه يمكن في كثير ناس يكون عندهم صعب الموضوع، صحيح. لكن يقلل كميات بسيطة. أيوة صحيح، يبتدي يقلل المستطاع. يبتدي يقلل قد ما يقدر، قد ما يقدر، خاصة مثلا المشروبات الغازية، صحيح، الطاقة، الحلويات المتركز فيها الكريمة والأشياء، قدر المستطاع إحنا نحاول نخفف. إحنا ما بنشتري الناس صفر، لكن نخفف. بتصير عادة، يعني اللي بيحط على كاس كوب الشاي 3 ملاعق سكر، يجد يبدأ مثلا يشيله هذا الشهر على ملعقتين ونص. صحيح، يبتدي مع الوقت الأشخاص بيبتدون يتعود، يعني الشخص نفسه بيبتدي يحول يقلل، لكن أي بس قطعة مرة واحدة شوي الواحد يمكن يلقى فيه صعوبة، لأنه بيرجع. إذا قطع مرة واحدة رح يرجع فيما بعد. صحيح. إحنا دائما بنحكي التدريج، حتى الناس اللي بدها تنقص الوزن، يعني بحكي في دراسة جريت في نهاية عام 2019 إنه ما زال حوالي 20% من سكان العالم لسه يسعون إلى إنقاص الوزن في عام 2020. هل انقاص الوزن لا يأتي بيوم وليلة؟ صحيح. واللي يفقد سريعا يرجع سريعا، يرجع بأسرع. صحيح. وكل هلا حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، في أي مكان تلاقي دائما وصفات لإنقاص الوزن، دائما ترتبط الصحة حتى الأمراض مع الوزن. صحيح. نمط الحياة مع الوزن. فعلا إحنا بدنا نكون حريصين على وزننا، لكن بالتدريج نتبع عادات غذائية صحية، هاي بتنعكس فينا بعد على صحتنا وعلى حتى على الوزن. صحيح. وزي ما حكينا النوم يؤثر حتى على الوزن، هو أصلا النوم من العادات اللي إحنا لازم نحطها عندنا ككرايتيريا أو معيار في 2020، أن يكون نوم لساعات، يعني ساعات منتظمة ونوم صحي كذلك. قص كافي من النوم بحيث أنك تخلي عمليات الأي في جسمك تكون منتظمة كمان. صحيح. ينعكس عليها. نعم أستاذ السهاد، داهمنا الوقت، نعتذر منك، داهمنا الوقت، صراحة الموضوع مهم ومتشعب، وإن شاء الله بنتطرق له في حلقاتنا القادمة إن شاء الله في المستقبل، في المستقبل، وخاصة أني خص 2020، فيعني الحمد لله أن الوقت الكافي لهذا الموضوع. أستاذ سهاد نوفل، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. استمعينا، أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. هذه كانت فقرتنا التوعوية بخصوص نصائح غذائية العام 2020. ننتقل لفقرتنا الثانية وبنتكلم فيها عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. حققت هيئة الصحة بدبي تقدما مهما وقطعة شوط كبير على مستوى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أصبح استخدامها في العمليات الجراحية الكبرى من الأساسيات، الأمر الذي عزز جهود الأطباء ودعم الممارسات الطبية وأهداف تطوير مهنة الطب. وحول هالموضوع يسمى تكون ويانا اليوم الأستاذة مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذة مي. صباح النور دكتورة، يا هلا. أهلا أستاذة مي. طبعا موضوعنا مهم وشيق، وبس بداية حابين نتحدث أكثر عن مركز الابتكار الصحي ودوره في أعمال التطوير اللي تشهدها هيئة الصحة بدبي. طبعا دكتورة، مركز الابتكار الصحي من أهم مهام الاستراتيجية هو دعم الابتكار على مستوى الهيئة، على المستوى المؤسسي، وحتى على مستوى الأفراد اللي موظفين هيئة الصحة. ومن أول بداية إنشاء المركز طبعا بدأ أنه يجمع البيانات والجهود السابقة اللي موجودة ويعززها في مجال الابتكار، سواء حلول تقنيات جديدة أو إذا في ابتكارات من الأفراد اللي موجودين في الهيئة، وكيف ممكن مركز الابتكار يدعمها. نعم. وطبعا الحين مع إطلاق نظام أفكار، واللي هو يجمع أفكار الموظفين المبتكرة، تم تحديد طبعا معايير واضحة في مجال الابتكار وكيف الأفكار الابتكارية، ومركز الابتكار دوره يدعم هاي الأفكار في تطويرها، توليدها وتطويرها، وبعد طبعا جزء منها هو أنه يتم البحث فيها ودعم الفرد اللي هو مقدم الفكرة في أنه يبحث فيها ويبني نموذج الفكرة ويعمل دراسة تجريبية عليها. ممتاز.
وهذا بيشجع الموظف كذلك أو بيشجع العاملي أو كموظفين في هيئة الصحة في دبي أن يعني تعرفين يعني الشخص يطلع أفكار إبداعية، أفكار فيها ابتكار كذلك. طبعاً، ونحن يعني حتى أسلوب تقييم الأفكار هذه مختلف تماماً، يعني أن نحن حتى إذا في فكرة ومثلاً الشخص مش عارف كيف يعني يكتبها، نحن ندعمه في كتابتها حتى. ممتاز. ويوم يوصل لمرحلة يبتدي عادة تفاعل بيننا وبين صاحب الفكرة، وحتى أن نحن نكون كجهة أن نحن نوفر له سواء تقنيات تدعم فكرته، تعاون مع جامعة، مع شركة، مع شركة ناشئة، إحنا نكون حلقة الوصل بين صاحب الفكرة وبين أي شيء اللي هو بيدعم في إثبات فعالية هاي الفكرة ونجاحها، وتتحول عقب إلى قصة نجاح طبعاً على مستوى الهيئة. ممتاز. أستاذ مي، نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو بخصوص تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. حابين نتكلم أكثر عن هذه التقنية وكذلك شو هي أهميتها؟ شوفي، هو موضوع التقنية دكتورة، طبعاً نحن عندنا مبادرة استراتيجية واضحة، هذا يعني من أهم أولويات المركز، وهو تطوير تقنيات طبية ومبتكرة ذات طابع مستقبلي في مجال خدمات الرعاية الصحية. فنحن عندنا اللي هو 3D printing، طباعة ثلاثية الأبعاد، هذه جهود موجودة كانت في الهيئة قبل تقريبا سنتين، اللي هي كانت بدايتها في الأسنان. نعم. وتم تطويرها وتبنيها، وبعدها تحولت إلى عدة عمليات جراحية صارت بالتعاون مع الشركات، اللي هي منها أول ساق صناعية لشخص كانت عنده إعاقة في رجل مبتورة، وبعدها طبعا صار في عنا اللي هي عملية استئصال ورم نادر كانت في تقريبا 2017-2018. فنحن لما شفنا ان في فعاليه وكفاءه لهذه التقنيه، عززنا من دور الهيئه ان يكون عندنا في المركز هنا مختبر لطباعه ثلاثيه الابعاد. ممتاز. وتم التعاون مع احدى الشركات، طبعا هي شركه ناشئه، بالتعاون مع شركه من الشركات العالميه في مجال طباعه ثلاثيه الابعاد، وسوينا معاهم خطة إن نحن نفتح مجال المختبر على مراحل، يعني بديناها في نطاق اللي هي الأورام والعظام والأوعية والقلب. نعم. بمشاركة تقريبا أكثر من 30 طبيب من مستشفى راشد ومستشفى لطيفة ومستشفى حتى في هذه المجالات، ونبدأ نحن نزودهم بنماذج، نماذج اللي هي الأعضاء مطبوعة بثلاثية الأبعاد. طبعا هدفها أن طبعا توفر تكون تدعم الطبيين في الهيئة في التشخيصات، تعطيهم أكثر دقة. نعم. كفاءتها في أداء العمليات الجراحية، وحتى التواصل بين الطبيب وبين المريض، أنه يقدر يشوف النموذج ويشوف وين، يعني على سبيل المثال إذا في كان كسر يقدر يشوفه ويشرحه للمريض بشكل سلس، كأنه حقيقي بيكون، يعني أنه 3D كأنه حقيقي. هي نعم. فيعني هذه هي الحين النطاقات اللي احنا فتحناها، وبعد عندنا خطة أن نحن نفتح في مجالات مختلفة، وحاليا جاري النقاشات فيها على أساس أن نحن نسوقها للأطباء ونشوف هل هم يعني حابين أنهم يجربون هذه المجالات، وبعدها نضيفها في المختبر. ممتاز. وهذا الشيء بيوسع النقاط لهذه التقنية، خاصة أنها تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، يعني شيء مبتكر وشيء جديد، وهالشيء بيوسع أشياء كثيرة كذلك، سواء في يعني في المستوى خاصة الطبي والصحي.
طبعا اكيد ولها مستقبل يعني، حتى يعني في مجالات مختلفه بعدها تتطور يعني. هي مجال الطباعه الثلاثيه الابعاد قاعده تتطور وبشكل سريع، فنحن نحاول كمركز الابتكار ان احنا نتبع هذه التطورات بأول بأول على أساس أن نحن ندعمها عندنا في المركز وتخدم الأطباء وتخدم المرضى. صحيح، وهذا تحدي كبير خاصة أن المستويات الطبية يعني يوميا في ابتكارات وفي أشياء جديدة تدخل في هذا المجال. أستاذ مي، نرجع نفس موضوع وحدة الطباعة ثلاثية الأبعاد، منو بيكون المستفيد؟ يعني أي تخصصات طبية على وجه التحديد؟ هو في الوقت الحالي عندنا اللي النطاق اللي شغالين عليه هو الأورام والعظام، وطبعا العظام أكثر تخصص مستفيد منه، مستفيدين منه الأطباء، وعندنا الأوعية والقلب. فهذا أي نعم. بالنسبة ذكرتي أن العظام أكثر فئة أو أكثر تخصص مستفيدين منه، من أي ناحية؟ من ناحية الكسور مثلا. نعم. إذا من ناحية العمليات اللي مثلا الطبيب يبغي، يعني من كم من يوم إحنا كنا من كم من يوم كنا دكتورة 4 أيام نتريى شيء ينطبع، كان الحوض، فكان الطبيب يعني حابب يشوف يبغى يركب مفاصل. نعم. فطبعنا للحوض المريض كامل، يعني سبحان الله كيف طالع الصورة كانت بالضبط، يعني كأنه شيء حقيقي، يعني مو بجزء واحد، يعني الحوض يعني أكثر عن يمكن 4 أو 5 عظام ملتصقة في بعضها، يعني شيء كبير، يعني مو بشيء بسيط. هي نعم. وهذا الشيء أستاذ مي يعني وايد بيسهل بيطور المجال الطبي، بدال الشخص ما يتخيل الشيء يشوفه يعني بمنظوره بثلاثي الأبعاد، يعني كأن شيء مجسم قدامه. بالضبط، ويكون المجسم له هو، يعني هو المريض نفسه، يعني هي صورة من حوض المريض نفسه. احنا طبعا مسوين ربط عن طريق نظام سلامة. نعم. الطبيب على طول من نظام سلامة يطلب النوع الطباعة والعضو اللي هو يبغي، ويوصلنا نحن في المركز يعني نطبع له، وبعدين نرسل له إياه المستشفى، فهو المريض نفسه يشوف حالته، يعني مو بنا مثلا نموذج لشخص ثاني، لا هو يشوف حالته هو كيف بتكون وكيف العملية بتكون، يشرح له إياها الطبيب. ممتاز. وهذا اللي نحن بعد دورنا ان نحن بنقيس حتى كفاءة هذه التقنية من الأطباء، بنشوف هل هو استفاد ولا ما استفاد، حتى يعني نشوف حتى الطلب كيف، شو الأكثر طلب، على أساس إنه حتى لو نفكر إن نحن نوسع كيف نوسع بناء على إن هذا المجال هو اللي عليه طلب أكثر. أكثر صحيح، وهذا الشيء بيخليك تحط لك يعني ينحط هدف معين لحتى تطوير هذه التقنية أكثر وأكثر. هي هذه الأهداف هي يعني موجودة وحاطينها كجزء من أهداف المبادرة الاستراتيجية، اللي هي مدى تأثيرها على المريض ومدى تأثيرها على الطبيب نفسه. صحيح، حتى المريض ما بي يعني ما بتوصل، أن تعرفين يعني مرات الواحد يتخيل كيف بتسوى العملية أو يتخيل ومرات ما يقدر يوصل لهذه الدرجة من التخيل، بس صحيح. إذا كان كمجسم كامل ومجسم يعني يعتبر عظمه يعتبر مجسمه، ما يعني نفس ما ذكرتي أن مجسم الشخص معين، يعني حتى لو في الكتب أو الواحد يفتح الإنترنت يعني تكون الأشخاص غير ما بالشخص نفسه، فهذا حتى صحيح. تقبل المريض للعلاج تكون فيه سهولة أكثر، يعني فاستفادة المريض تكون أكثر وأكثر. هذا أكيد. أستاذ مي، كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. أحب أن شاء الله إحنا في المركز لازلنا بعد أن مبادرات ثانية إن شاء الله بتكون حتى موجهة لمختلف فئات المجتمع، ونحن إن شاء الله بيكون لنا دور يعني في أن ندعم الابتكار على مختلف الفئات، ونتمنى أن الناس تتم تتابع إن شاء الله الهيئة باستمرار وتشوف إن شاء الله
شو المستجدات اللي خاصة بمركز الابتكار. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة ميد وسري مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة لحلقة اليوم بخصوص تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج نمر محمد. يعطيكم ألف عافية، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.